مش عارف. طيب عبر زوم كيفن جونسون المدرب العام السابق للنادي الاهلي. كابتن مساء الخير. اهلا وسهلا وسعيد بوجودي معكم اليوم. بتشرف بوجود حضرتك معنا، واكيد النهارده شفت النهائي الافريقي ورايك فنيا في المباراه ورايك فنيا في اداء موسيماني والنادي الاهلي. في رأيي أن الأهلي أدى مباراة طيبة، ولكن أنا قلت من قبل أننا سنلعب في المغرب، والمغرب المباراة في المغرب ستكون شديدة الصعوبة للنادي الأهلي، ولكن في نهاية الأمر الوداد سجل هدفين جميلين، واحدة من تسديدة وواحدة من هجمة مرتدة، ولكن أنا أعتقد أن كان ينبغي على النادي الأهلي أن يشرك أفشة وشريف مبكرا في المباراة، وأعتقد أن السلية كان من المفترض أن يكون موجودا في الملعب، لأن دائما السلية يتحرك للأمام ويمرر للأمام. حمدي فتحي وديانج لاعبان جيدان، ولكن السلية هو كابتن الفريق، وبالفعل وبما أنني كنت مدربا للنادي الأهلي أرى أن السلية لابد أن يكون موجودا في الملعب منذ بداية المرار، لأنه يستطيع أن ينقل الملعب من الخلف للأمام بسهولة. وتتذكر أن السلية سجل هدف في الدقيقة 98 في مباراة سابقة. دائما السلية يحاول دائما أن يتحرك للأمام، وهو دائما الجندي المجهول في كل المباريات. وأيضا وجود أفشة منذ وقت مبكر، والشحات يلعب على الجنب بشكل أكثر ويكون موجودا. طاهر لاعب جيد، وكذلك بيرسي تاو، وأيضا ولكن كل هؤلاء اللاعبين ليسوا الشحات أو شريف أو أفشة، كل هؤلاء اللاعبين الذين قلت أسماءهم لك كان ينبغي أن يكونوا موجودين في الملعب بوقت مبكر قليلا، قبل أن يحاول الأهلي بعد أن تأخر الأهلي. وعندما دخل أفشة إلى الملعب أعتقد أنه سدد وحرك الفريق وتحرك للأمام وسدد كرة، ولو دخلت كانت ستتشابه مع الهدف الذي سجله في المباراة النهائية أمام الزمالك، وهو بنفس المكان وبنفس التسديدة. ولكن أنا متأكد أن شريف والشحات وأفشة لابد أن يكونوا موجودين منذ وقت مبكر، وأؤكد مرة أخرى أن السلية بالفعل كنا نفتقد بشكل كبير جدا، وكل هذا من أجل أن يكون الأهلي أكثر قوة مما كان عليه. من وجهة نظرك الفنية، من وجهة نظرك الفنية، هل أخطأ موسيماني بالتمسك الدائم ببيرستاو؟ وهل محمد شريف أفضل من بيرستاو في منطقة الهجوم؟ وهل في عدم وجود بلاي ميكر أو الطريقة اللي بيلعب بيها موسيماني، هل أفشة ليه دور في مكان غير البلاي ميكر؟ أنا لا أستطيع أن أحدد في الحقيقة الطريقة في وجود السلية أفشة يلعب 8 أو 9، ولكن أفشة هو الوحيد القادر على إيجاد مناطق مفتوحة يستطيع أن يمرر فيها الكرة للشحات. ولكن المشكلة في وجود بيرستاو، صحيح أن بيرستاو لاعب جيد وكان يلعب في مركز 9، ولكنه يلعب بطريقة مشابهة لأفشة، وعندما
تلعب بهذه الطريقة أن يكون أفشة أفشة وبيرسي تاو يلعبان مع بعضهم البعض، وأحدهما يلعب 9 والآخر يلعب 10. إذا الأهلي يحب دائما أن يلعب بطريقة الاعتماد على الجناح وهو الشحات، وهناك المهاجم مهاجم الظل أو الشادو سترايكر الذي دائما يحب أن يلعب به الأهلي، والهجوم من ناحية اليمين ثم تبرير الكرات بالعرض في العمق. إذن أفشا وبيرسيتاو من الممكن أن يلعبوا مع بعضهم البعض في نفس الوقت. وأما شريف هو رقم 9، هو الأول في النادي الأهلي. هل أعتقد أنك تفهم ما أقول؟ هل لو في اختيار لموسيماني في رقم 9، هل محمد شريف ام بيرسيتاو مين الافضل من وجهه نظرك؟ في رايي كما قلت هما لاعبان مختلفان تماما. بيرسيتاو هو يلعب على الجناح، يا إما يلعب على الجناح أو يلعب في خط الوسط، ولا يمكن أن يلعب في خط في كرأس حربة صريح. أما شريف فهو مهاجم الأهلي في اللحظة الحالية. شريف هو من يقوم بالمهمة، شريف هو الذي هو المفترض أن يسجل، يعرف كيف يتوقف، كيف يتقدم، كيف يراوغ، وكيف يحتل الأماكن. وبالنسبة لي أرى أن شريف هو رأس الحربة، أما باقي الأماكن يتم التبادل عليها بين بيرسيتاو وأفشا وطاهر والشحات وصلاح محسن. صلاح محسن أيضا من الممكن أن يلعب رقم 9 ولكن كبديل الشريف، وهذا رأيي. إذا النهاردة أنت يعني معترض على تشكيل موسيماني، لأن موسيماني ابتدى النهاردة بعبد القادر وطاهر وبيرسيتاو مهاجم على حساب محمد شريف. Yes. أنا لست ضد الاختيار، ولكن أعتقد أن التغييرات كان من المفترض أن تتم في وقت مبكر، لأننا رأينا أن الفريق المنافس كان يسيطر لبعض الوقت، ولكن الأهلي عندما كان الأهلي مسيطرا على المباراة كان لابد أن من إشراك هؤلاء اللاعبين مبكرا. على سبيل المثال أفشا كان من المفترض أن يدخل مبكرا، شريف كان من المفترض أن يدخل مبكرا. التغييرات الثلاثة الذين تموا كان من المفترض أن يتم مبكرا، وأعتقد أن ستكون هناك فرصة أن يعود الأهلي في المباراة، لأن المباراة الشوط الأول انتهى 1-0 فقط. هل هذا صحيح أم لا؟ صح. هل من وجهة نظرك محمد الشناوي يسأل عن أي هدف من الهدفين؟ لا أعتقد أن من الممكن أن نلقي باللوم على الشناوي. الهدف الأول تسديدة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء، بالحقيقة في الحقيقة هدف قوي وجميل. والهدف الثاني كان من هجمة مرتدة، الفارق كان ثانية واحدة. هاني لم يأتي من يأتي من خلفه ثانية واحدة، وهذا ما جعل المهاجم أن يلمس الكرة بقدمه. وهاني عندما لمست الكرة هاني تراجع، الشناوي حاول على الكرة، وعندما حاول أن يرتمي عليها وارتدت لم يكن بيده شيء أن يفعل. الأمر كان كله هجمة مرتدة وكانت منظمة، وهذا ما كان يعتمد عليه فريق الوداد طوال المباراة، هذه كانت طريقتهم.
الهجمات المرتدة للوداد كانت هي المفتاح الرئيسي لطريقة لعبهم، وأعتقد كانوا يتركون الكرة مع النادي الأهلي ويدافعون ويحاولون أن يختطفونها ويقومون بهجمة مرتدة. الأمور كانت قريبة جدا والأهلي متأخر بهدف، وأعتقد أن الفريق الوداد كان شن هجمات مبكرة وكان من الممكن أن يتقدموا بهدفين في بداية المباراة، ولكن بعد تسجيل الهدف الأول للوداد أصبحوا يتركون الكرة للنادي الأهلي ويدافعون. وإذا نظرنا إلى نسبة الاستحواذ ستجد أن الوداد كان 34% والباقي للأهلي، ولكن الوداد لعب المباراة بطريقته ليكسبها بهذه الطريقة. هل بقت في طريقة في العالم؟ يعني شفنا نهائي الشامبيونز ليج وشفنا نسبة الاستحواذ ليفربول عالية ازاي ثم فاز الريال، هل الاستحواذ لا يعطيك الأفضلية داخل المباراة؟ لا أعتقد أن هذه طريقة جديدة في كرة القدم، ولكن أعتقد أنها كرة قدم ذكية. ولكن ما يجب أن يحدث هو أنه عندما يجلس المسؤولين ويدرسون الأمر لابد أن يكون هناك حالة، خلق حالة من التوازن وكيفية أننا نحلل الطريقة التي يمكن أن يقوم اللاعبين بها الاستحواذ على الكرة بشكل فعال، ولكن لابد أيضا من الاعتماد على الذكاء، ذكاء اللاعبين واستغلال المساحات في مثل هذه المباريات، ولابد أيضا من التأكيد والتدريب على التسديد من الخارج. التسديدة التي سددت على الشناوي كانت بشكل مفاجئ، ولم يكن الشناوي متوقعا أن تسدد بهذه الطريقة. أنا أرى أن الشناوي هو أفضل حارس مرمى في إفريقيا بلا منازع، ولكن ربما ما أراه أن الأسلوب الجديد في كرة القدم هو ما تقوله، أن الاستحواذ لا يعني شيئا، ولكن هذا التوجه الجديد لا أعتقد أنه يستمر. عندما ننظر إلى وجود لاعبين مثل صلاح وماني وكريستيانو وميسي وهؤلاء اللاعبين المهرة يستطيعون أن يكسروا الدفاعات ويسددون على المرمى، وهؤلاء اللاعبين هم الذين يصنعون الفارق، ولا أعتقد أن هذه الطريقة ستستمر طويلا. شايف أن الأهلي محتاج تدعيم في بعض صفوفه ولا مكتمل الصفوف؟ لا أعتقد هذا، لا أعتقد أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين جدد. الأهلي لديه ما يكفيه، لاعبين جيدين جدا رائعين، وأعتقد أن ما يتم إدراكه الآن هو أن الأهلي عليه أن يسعى في المواسم المقبلة للبطولة رقم 11 لدوري أبطال إفريقيا، وكابتن بيبو، كابتن محمود خطيب رئيس نادي خبير ويعرف ما يجب أن كيف سيجعل الفريق يستفيق من هذه الكبوة الصغيرة، وأعتقد أنه سيلتقي معهم في الفندق أو سيلتقي بهم قبل أن يعودوا على رحلة القاهرة. وأرى أن الطائرة رحلة العودة لن تكون سيئة، ولكنها ستكون مليئة بالتطلع إلى ما هو أفضل. وأعتقد أن الكابتن الخطيب سيتحدث مع اللاعبين ومع الطاقم الفني ويحدثهم عن الهدف الآتي أو المهمة التالية، وهي تحديدا الدوري المصري.
كيفن بشكرك شكرا جزيلا، بتشرف بوجودك معايا واشوفك على خير. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وأتمنى أن نرى بعضنا البعض قريبا. شكرا للجميع في مصر وشكرا على هذه الاستضافة. بشكرك شكرا جزيلا.